اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم، عظم الله أجورنا بمصابنا الحسين عليه السلام. أذور بك يا أبا عبد الله من ناحيتي ومن ناحية والديني ومن ناحية من التمس بالدعاء ووجب حقه علينا قربة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرذية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أزاز الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأذالتكم من مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممحدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن
ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر ابن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت والجمات وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب فارك ما إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله. إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى الفاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن عزز أعظاظ الظلم والجور عليكم وأبره إلى الله وإلى رسوله ممن عزز أعظاظ ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب أظهاركم مع إمام هدى مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عند هو أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتهم مصيبة ما أعظمها وأعظم رضيته في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعل في مقامي هذا
ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت بي بنو أمية وابن أكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا العابدين. وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وعلى نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جادت الحسين وشاياد وبايد وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا وتقبل منا ما تمر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وتقبل منا ما تمر. اللهم خذ أنت أول ظالم باللعنة مني وابدأ بي أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين
لكلام صعب الحمد لله على هذه برديتي اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدما صدقا عندك يا الحسين واصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين عليه السلام وتقبل منا ومن مجمعنا بأحسن قبولك واوصل ثواب هذه الزيارة بروح أمواتنا وأموات جميع المؤمنين بجاه محمد وآل الطاهرين.